أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: لقد ذكرتم في درس سابق أن تعمد شم البخور يفطر الصائم. السؤال: في هذه الأوقات ومع بداية الشتاء يتم الجلوس عند الحطب المشتعل. في هذا؟ يقول: في هذه الأوقات ومع بداية الشتاء يتم الجلوس عند الحطب المشتعل مثل السمر والإرطى، ولها رائحة طيبة ومميزة، هل تفطر الصائم أيضا إذا تعمد الجلوس عندها واستنشاقها؟ الجلوس لا بأس، لكن إذا تعمد استنشاقها نعم، أما إذا لم يتعمد وإنما جلس ليستدفي المكان ولم يقصد الشم هذا لا بأس به ولا يضر، لا يقصد الشم وإنما يقصد الاستدفاء في المكان والجلوس للإفطار أو السحور غير ذلك، هذا لا بأس به، ولو كان المكان فيه حطب وفيه دخان الحطب، حتى ولو كان فيه بخور وهو ما قصد شمه ما لا بأس بذلك. نعم.